اختك راحت لبيت احمد عقيد جابر مشان تسوي سمعته، الا خليها تزوق على حالها بقى. راحت على بيت حماله العقيد؟ اي نعم، ما بكفي انه سترنا عليها؟ اختي شو عامله لحتى تستروا عليها؟ ما لها عامله شيء. هالكلمه صار لك قايل لي اياها مرتين، اختي شو عامله؟ قلت لك ما عامله شيء. ابو دياب من يوم ورايح انت عدوي اذا ما بتقلي اختي شو عامله. عمران خلي الطابق مستور احسن لك. شو؟ يعني في شيء؟ ايه في. يا ابو دياب لا، روحت الحربة. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يعني عمران رح يذبح اخته، مالك حق ابنه؟ لك اخي ما كان يسرق، بده يعرف اخته شو عامله. شو سويت يا عمران؟ دبحتها وغسلت عاري. حسبي الله ونعم الوكيل. بس ولا كلمة، ولا كلمة. خلي كل الناس تعرف اني دبحتها وغسلت عاري. قلت لك سكوت، هات الشبرية من ايدك. جواد خذ عمران على البايكة. تأمر عقيد. يلا قوام قوام. شو عقيد؟ شو صاير؟ دبحها. يا باطل يا باطل عليك يا ابو دياب، يا باطل يا باطل. انا ما اكتب مني. مين؟ انا جابر. جابر. اهلين معلم جابر. اهلين اخي. السلام عليكم. اخي ايش عم تعمل على بعضك؟ الك ولا للديب عقيد؟ لا شو هالحكي هاد؟ خسر ديب. عمران قتلها لمقعود. ايه خرجها الله لا يقيمها وخليه يكسر لها راسها كمان. دبحها اختي دبحها. شو؟ دبحها؟ ايه دبحها. بدنا نخبيه لعمران القط ببيت عمك حمدي ايش كان فاضي. شنو بالبايكه ما في امان. صار. اجل شو اجل؟ الربع السوق. هيا يا عسول. هيك عسول. لا لا شو مع مين؟ هو ميس بيع العرق سوس؟ لا لا. ما قلت لها؟ منيح انك ما حكيت شيء قدام ابو جدعان. ليش شو ناوي تسوي؟ هلا تعرف. قرب يا حبة! عسوس عسوس! مرحبا عمي ابو صفوان! يا بيي وين المعلم ابو سالم؟ مين ابو سالم؟ ابو سالم ابنك. هلا ابني صار اسمه ابو سالم؟ ايه بالبيت عم يجوا داره. خير ان شاء الله. اشرب لك كاسة عرق سوس مشان تروح. لا عمي. بدي اشرب عرق سوس، لا بدي اشرب تبرندي. السلام عليكم. السلامة. سوس سوس سوس! قرب يا حبة! قرب يا حبة! وقفوا له! مين أنا؟ أنت. خير أبو حجاج؟ شو في؟ خير ما هيك؟ ليش حرقت الحاصل ولا؟ أنا؟ أنت! شو هالحكي؟ يخرب بيته. اشتي بعيدك هذا الزلمه، عم تتمرجل على الغريب؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. في شو صاير؟ هلا هو اللي حرق الحاصل. لك هاد شو له مصلحه ليحرق الحاصل؟ هاد ابن اخي زنان وزبته واسعه. قوم عمي قوم. لا ياسين امرك عم يقف. ساعدني. يلا قوم لداوي لك جروحاتك. يلا هربان. هرب قبل ما يجي ابو جدعان. ماني هربان، هون رح ضل. لك انت طول عمرك راسك يا بيس. انت بتعرفي انه اخوك مجنون؟ لك ليش هيك عم تحكي؟ ولك كان حيروحوا للزلمه، الله يستر ما يكون مات. ودخلك؟ هو شو عرفه انه اللي حرق الحاصل هو بياع العرق سوس؟ انا شو عرفني؟ قال ملاقيين قطعه قماش بتشبه قميص كان يلبسه بياع العرق سوس السنه الماضيه، شرفي لي على هالدليل. ولي على انتي، يعني اخوك هلا بده ينام بالكركون؟ اي لك يا بده ينام بالكركون يا بدهم ياخذوه على سجن القلعه. يبعث لي حمى علي، لسه الحرق بوشه ما طاب، وامتى بدهم يطلعوا اخي؟ الله أعلم. الزلمة مخطير، وإذا صار له شيء أخوك يرحلوا فيها 10-15 سنة ركض. 10-15 سنة؟ هي إذا مو أكتر. ولي على قامتي، منين عم تجينا هالمصايب؟ طيب أخي، إذا عطينا لهذا الزلمة مصاري ما بيصفط حقه؟ آه إيه لا، يعني بينحبس له كم يوم وبيطلع. هذا إذا كان الزلمة ما مات. الله لا يقدر. بس منين بدنا نجيب مصاري؟ خد صيغتي كلها وبيعها، المهم رجلي يطلع من الحبس. وبتقليلها للست رويدة
إيش كان بده أخوها رشدي يطلع من الحبس؟ أنا بطلع عليها بس بشرط. شو هو أخي؟ أنها ما تجيب سيرة لحدا، وإنه هذا الشيء يطلع منها هي من جوا، وساعتها إيش كان قبلت بتعودي أنتي بتقولي له لعبده إنه رويدة وافقت تتجوز صفوان. لك لك أخي رويدة العسى يابس، وإيش كان مشان قصة رشدي؟ ما بعرف، ما بقدر أحكي معها هالحكي. لك أختي أنتي شو بدك بهالقصة؟ قليلة مثل ما عمل لكم عليكي. يعني أخوكي ما بده يزوق على حاله؟ أنا ما دخلني، أختي هو ماله جابرك على شيء، إذا ما بدك تصطفلك. يعني هو بيقدر يطالعه؟ أنت شو بدك بهالشغلة؟ إلك ما أخوكي رشدي يطلع من الحبس؟ بعدين تقبريني، نسيتي إنه سالم بيك كلمته ما بتصير تنتين بالسرايا؟ أيوه. وفوق كلها بده يدفع مصاري خير الله، شي لبياع السوس وشي براطيل وشي مدري لمين. طيب ماشي الحال، أنا موافقة بس بشرط. شو هو الشرط؟ معه 3 أيام من هون ليوم الخميس، إذا طلع رشدي أنا بوافق عليه، بس ما بينكتب الكتاب لحتى أشوف رشدي قدام عيوني. أي شو عليه؟ حقك. بس كمان صفوان له شرط. شو شرطه؟ إنه ما حدا يضرب القصة، وإنه أنا قل له لعبده إنه رويدة موافقة على صفوان، ولما بيجي عبده بيسألك بتقولي له إيه موافقة. ماشي الحال وأنا موافقة. شو صار؟ وافقت. وافقت؟ ايه وافقت، بس بشرط. شو هو؟ انه من هون ليوم الخميس يطلع رشدي من الحبس، وانه ما ينكتب الكتاب الا لحتى يطلع رشدي وتشوفه بعينه. ايه وانا موافق. اعطيني هالذهبات. انو ذهبات؟ شي الذهبات اللي جابته الوفيقة يا مو. يا شو بدك فيهم؟ بدي اياهم يا مو، بدي اياهم عاوزهم، بدي طلع رشدي ابن عمي من الحبس. نعم بدك تطلع رشدي من الحبس؟ ايه الله لا يقيمه، ان شاء الله عمره ما يطلع. خلي اسمعيني يا مو، اسمعيني شو بدي اقلك يا مو. لا تقلي ولا بقلك، بدك تطالعه، طالعه من مصاري اهله. هدول الذهبات لأختك يا مو. أول باشتان إش كان أختي عازت مصاري أنا اللي بدي أعطيها، وتاني باشتان رويدة وافقت تتجوزني إش كان طلعت لها أخوها رشدي من الحبس. يو وافقت؟ إيه يا مو وافقت. وتالت باشتان؟ تالت باشتان يا مو رويدة لازم أتجوزها اليوم قبل بكرة، لأنه وضاح ابن عمتي طلع عايش. شو؟ ايه نعم امي، مثل ما عملك طلع عايش المقواص، وكل خوفي بكره ما اشوفه الا ناطي يطلع عندنا لهون على الحاره. وانت مين قالها؟ عموري لوك هذا الحلبي اللي اجى لعندي من كم يوم. يبعت له سكين وتقطع مصارينه، انا ما صدقت امتى خلصت منه ومن اهله، رجع طلع عايش. لك ليش يا عم بقول لك رويده لازم اتجوزها اليوم قبل بكره. طيب امي مثل ما بدك، بس انا بدي رويده هون قبل ما يهل الشهر. لك مين يهل الشهر ما يهل الشهر؟ الخميس يا مو، الخميس رويدة هون بدها تكون بهذا البيت خدامة عند رجليكي. بس انتي اوعك تجيبي سيرة لحدها،